أيضا الأستاذ همام المراني. تفضل أستاذ همام. مساء الخير أستاذ كمال. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. نعزيكم بهذا الخبر المؤسف، وهو خبر مو جديد على العراقيين. نعم، يوميا عندنا مصيبة أفضل حكومات المحاصصة. نعم، والطائفية البشعة. نعم، الحكومة عندها معلومات أنه قوى الإرهاب تستهدف أماكن الصرفة والبنوك ودار الأوراق المالية، فإيش قدمت؟ إيش شلون حمت هذه الأماكن؟ هذه الكنيسة قريبة على 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 دار دار بغداد للأوراق المالية، وعبروا لها المسلحين، واحتجزوا الناس دول البسطاء الآمنين اللي رايحين يتعبدون. نعم، حجزوها. هاي نتيجة صراعات الحيتان على الكراسي مالتهم. نعم، لو كانت اكو حكومة معقولة وعادلة كان هذا الوضع كله ما صار. نعم، بس لأنه الجماعة قاعد يتعاركون على الكراسي، منو يصير رئيس وزراء ومن يصير وزير مالية ومن ياكل هذه ومن ياكل ذاك، التهوا بهذه المسألة. نعم نعم الحملة نعم منظمة ضد الأقليات وضد المسيحيين والصابية واليزيديين. نعم، والشبك يردون يفرغون العراق من مكونات الأصيلة. نعم، المسيحيين من المكونات الأساسية في العراق من أيام الكلدانيين، الدولة الكلدانية وما بعدها. فاللي حدث اليوم مجزرة بشعة ووصمة عار بجبين المجرمين وبجبين أجهزة الدولة والحكومة العراقية اللي ما تقدر تحمي لا نفسها ولا شعبها. نعم نعم أم زيدون تقول لي هاي الحكومة الملعونة. نعم، اللي ما عندها هم غير الكراسي والفلوس، وهذا نعم. صحيح. وضحاياها احنا الناس الضعفاء البسطاء المسالمين. نعم، شفت لك مسيحي انت طلع جاسوس؟ شفت لك مسيحي صار ارهابي؟ شفت لك صابي صار مجرم ودخل سجن لانه ارتكب جريمه؟ الناس البسطاء الطيبين هم ماكلين الثمن البشع اللي قاعد تدفع الناس، هو براس الاقليات وبراس بسطاء الناس والكادحين من حتى من المسلمين ايضا. طيب، شكرا لك استاذ همام، انا ممتن لمداخلتك.